أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الكرام. شيماء كان بتقول قبل الفاصل إن هي عرفت إن زوجها يعني متجوز عليها بقاله سنة ونص، وبعدين بتقول هي واجهته بهذا الأمر. الزوجة التانية دلوقتي حامل، فقالت له يا أنا يا هي، وبعدين بتقول إن أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل. فهي هي لما طلبت بتقول له يا أنا يا هي، هل هي بتشيل ذنب هي كمان؟ سيدتي الفاضلة، لو أخطأ الزوج في عدم الإخبار بأنه هيتجوز أو أنه متجوز، فأنا لا أعتدي في ردة الفعل. أنت شرع مديك حرية الاختيار، المنضبط شرع، مش المسألة كده يعني. وما يصحش أن أنا أدعو عليه ولا أقول حسبي الله ونعم الوكيل على الزوجة الثانية، لأنه لا ذنب لها ولا على المولود. اللي بيدي عقدة النكاح الرجل، هو اللي راح وتقدم لها وتجوزها وعقد، يعني عقله كان معاه يعني. فأنا دلوقتي اللي بطلبه من حضرتك إنك أنت ما تقوليلوش يا أنا يا هي. لا، هو اعتدى على حقي بأنه لم يخبرني، فأنا لا أعتدي على حق الأخر ولا أضيعه. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. يعني النهاردة أنا بقول له لازم تطلقها قبل ما ترجع لي، يبقى أنا في الحالة دي بشترط يا أنا يا هي اللي أنت بتقوليها. يروح يطلقها والتانية حامل وفي طفل جاي، فأقع في ظلمها وظلمي من في بطنها. طب وأنا ذنبي إيه؟ الذنب مش ذنبك، الذنب ذنب الزوج اللي راح خد هذا القرار دون دراسة ودون رجوع إلى أهل الفكر اللي يقدروا يساعدوه برأي. هل انت تقدر على بيتين؟ انت بتقولي هو متشتت بيني وبين، يعني هو خد قرار لم يدرسه. انت بقى تسحبي نفسك، مالكيش دعوه تقوليلوش اعمل وتسوي. زي ما هو عمل المشكله بتاعته هو اللي يتحمل ازاي يحلها. انت مش قادره تكملي معاه، لك حق طلب الطلاق، لكن طلقها عشان ترجع عندي لا. ما انت ما فيش مؤمنه تقول كده، امر صعب على نفس المؤمنات طبعا، وهو من الامتحانات في الدنيا. فأنا قادرة أكمل أكمل، مش قادرة أكمل ما أقولش يا أنا يا هي، أصبر بقى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أو إن أنا آخد قرار واضح. لكن ملوش هذا القرار علاقة بحق هذه الأخرى اللي زوجك راح تزوجها. هو خد قرار وهو اللي بإيده الأمر، هي ما راحتش خدته من إيديه غصب عنه تتجوزه يعني، هو رايح واخد القرار. نسأل الله السلامة. فاسألي الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد إلى الرأي الصائب ليكي، وإلى الرشد في الفكر والقول والفعل، وأسأل الله السلامة.